مساء الخير على كل مشاهدينا الاعزاء والكرام النهارده حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا اي تو زد الاربعاء الموافق 21 10 2020 20. أه بعد ما هرحب بيكم وهقول لكم ان انتم بتوحشونا جدا من الاسبوع للاسبوع، النهارده الحقيقه ضيف حلقتنا ضيف مميز جدا من مدينه مميزه جدا ومن احلى مدن مصر وهي مدينه المنصوره محافظه الدقهليه، وطبعا اول ما بنقول او بنفتكر ونتذكر مدينه المنصوره احنا بيجي في دماغنا على طول وبيجي على بالنا ان هي المدينه الولاده، يعني طلع منها مثلا ناس عظماء زي انيس منصور زي نجيب محفوظ زي فاروق الباز زي علي مبارك ابو التعليم في مصر وكمان كان من هذه المدينه الرائعه هو المستشار اسامه الباس كان مستشار سياسي لرئيس الجمهوريه سابقا النهارده معانا ضيف شاب طموح جدا محبوب من اهل دايرته المرشح وليد محمود ابو الفضل وشهرته وليد ابو الفضل رمز العقرب ورقم 22 عن دائره عن الدائره السادسه بمحافظه الداهليه طبعا احنا عارفين ان في صمت انتخابي للمرحله الاولى من انتخابات مجلس النواب والان احنا هيكون معنا مرشح من المرحله الثانيه من هذا السباق الانتخابي علشان ندي فرصه للمشاهدين ان هم يعرفوا مرشحيهم على مستوى الجمهوريه المرشح محمود ابو الفضل هيكون معانا بعد الفاصل هو من دائره منية النصر ميت سلسيل الكردي الجماليه فخلونا نرحب بيه بعد الفاصل نشوف تقرير صغير ونرجع تاني بسم الله الرحمن الرحيم مواطن نبيل محمد يوسف العز من اهل بيت سلسيل او مركز بيت سلسيل بالنيابه على مركز بيت سلسيل. احنا بندعم الاستاذ وليد محمود فضل لادبه واخلاقه واحترامه وذوقه لان راجل محترم وراجل مؤدب وراجل فيه شفنا فيه صفات كلها كويسه وصفات محترمه وان شاء الله يكون على قد المسؤوليه واحنا بندعمه بكل قلبنا وكل جروحنا هو وكل اللي معاه بس الاستاذ أبو الفضل يعتبر من ابن من مدينه متسلسل سلسيل لازم كلنا نقف معاه قبل كل شيء يعني واحنا بندعم كل مركز متسلسل سلسيل بس ابن ميت سلسيل قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم عثمان ثروت منصور ابن ميت سلسيل مركز شباب م... مركز شباب بنأيد ونبارك ترشيح الاستاذ وليد ابو الفضل لمجلس الشعب وليد ابو الفضل ابن ميت سلسيل معروف لدى الجميع وبيخدم الرياضه والرياضيين بميت سلسيل واحنا كرابطه راضين متسلسل نؤيد الاستاذ وليد لاعماله وانجازاته في متسلسل وملف في ملعب الشباب مركز الشباب والملعب الخماسي ما شاء الله عليه يعني عامل شغل جامد وبدعم الشباب الرياضه وكلنا وراه رضا شفيع عبد ربه متسلسل ان شاء الله بنبارك ونؤيد الاستاذ وليد ابو الفضل اللي ان شاء الله الشعبيه ما شاء الله ما شاء الله في اول دوره ينزلها ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق وان شاء الله ربنا معاه بسم الله الرحمن الرحيم محمد إيهاب الهلالي المحامي بنأيد طبعا ونبارك ترشيح الأستاذ وليد أبو الفضل رمز العقرب لمجلس النواب رقمه 22 وأنا لما أتكلم عن وليد أبو الفضل بتكلم عنه على المستوى الشخصي وليد أبو الفضل كان معايا في مدرسة سيدي مجاهد الابتدائية 100 سلسيل ووصلنا مع بعض لستة ابتدائي كنا أعز أصدقاء وكنا أعز أحباب وما زلنا اعز احباب ونعرف عارف شخصيه والد ابو الفضل كشخصيه قياديه يستطيع ان يقود او يتكلم في مجلس الشعب وان يسن تشريعات وان يتكلم عما يرضي رغبات الدائره جميعا وليد ابو الفضل من اصل طيب عرق طيب والده بالبساطه وامه بالبساطه عاشت وما زالوا وما زالوا وما زالت تربيتهم حتى الان كائنه في اولادهم جميعا اخوه طبعا الاستاذ عبد الحميد ابو الفضل غني عن التعريف في مركز مجلس كله له باع كان يرغب في الترشيح ولكن لرغبه وليد ابو الفضل ان يخدم الجميع ولانه له صلات ومعارف بجميع الانحاء وله صلات بمعارف بجميع الوزارات وله صله بالمسؤولين فقرر ان يخدم عن طريق مجلس النواب وليد ابو الفضل متواضع وليد ابو الفضل يحبه الكثيرون وليد ابو الفضل يجتمع عليه 100 سلسيل وليد ابو الفضل يجتمع عليه شباب الدائره جميعا وليد ابو الفضل سيرضي الجميع انا الدكتور محمد محمود شغال في وحده ابحاث كليه العلوم جامعه المنصوره تمام احنا بقى لنا حوالي بالظبط كده 25 سنه ما حدش من سلسيل ب... مركز مس سلسيل يعتبر مركز كبير ما حدش مثل مثلنا في مجلس الشعب فاحنا بالذات يعني حاولنا ان احنا كلنا نتجمع بحيث ان احنا كلنا نبقى ورا الاستاذ وليد ابو الفضل تمام لان هو بصراحه يعني احنا شفنا منه حاجات كتير قبل قبل ما يحاول اصلا ان هو يرشح نفسه في مجلس الشعب شفنا منه المجهودات يعني ممكن نقول مجهودات ذاتيه ومجهودات معنويه وهو بصراحه يعني شخصيه مرموقه واحنا بنتمنى فعلا ان احنا ان احنا نوصل بيه بحيث ان هو يكون في مجلس الشعب وبصراحه هو من قبل ما من ما يحاول ان هو يمثلنا في مجلس الشعب احنا شفنا ان ان هو طبعا عيله كويسه بالذات في برضه اللي هو اخوه اللي هو عبد الحميد تمام ده اللي هو مدير جريده الاهرام المسائي تمام ودكتور في جامعه 6 اكتوبر فهم بصراحه عيله عرقها كويس وعرق اصيل تمام ويشوفوا كلها فعلا عيله بتتناسب بالبساطه ما فيش اي مشكله خالص واحنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نقوم وراه كده بحيث ان هو يوصلنا ايه لمجلس الشعب ونحاول نساعد البلد بتاعتنا ونحاول ان احنا نعدي بره الامان ان شاء الله. مع حضرتك محمد عبد الخالق من دايره منية النصر الكردي الجماليه 100 سلسيل. الاستاذ ولاد الفضل طبعا من الشخصيات المحترمه جدا اللي تعرفنا عليها واللي خدماته ملموسه جدا في في المكان مش في 100 سلسيل بس في كل مكان من من اللي يعتبر في الدايره. وشخصية محترمة ومتواضعة جدا ويعتبر وجه جديد. أنا اسمي محمد علي أنا شغال شيف مساعد شيف عمومي في شرم الشيخ وطبعا انا بدعم الاستاذ وليد لان البلد بقى فتره ما فيش فيها انجازات واحنا مصدقين ان واحد من بلدنا ومن جواتنا ان احنا ايه يعبر عن مشاكلنا وخدماتنا في البلد عندنا واحنا كلنا وراه وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. انا ياسر دياب بكروس تجاره صاحب مكتب استيراد وتصدير بالجيزه طبعا الاستاذ وليد ابو الفضل من الشخصيات المحترمة الجميلة جدا اللي جه اللي وقتها في ظل وجود رئاسة فخمة وبقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين معانا في الفقره بتاعتنا بعد ما شفنا التقرير طبعا الاستاذ وليد محمود ابو الفضل وشهرته وليد ابو الفضل المرشح عن دائره مركز ميت منيه النصر والجماليه أه نرحب بحضرتك يا أه المرشح أه <applause> او نقول النائب المنتظر ان شاء الله يعني أه بالفوز الله. والنجاح باذن الله اهلا بحضرتك طيب انا يعني عايزين في اول لقائنا بحضرتك تدي بس نبذه مختصره عن وليد ابو الفضل يعني نعرف الناس مين هو وليد ابو الفضل اللي نازل علشان يدخل سباق الانتخابات مجلس النواب أه وليد محمود ابو الفضل من مركز ميت سلسيل اعمل صاحب شركه الحق عماله بالخارج ماشي شركه القارات أه ابن الحاج محمود ابو الفضل أه سافرت بره السعوديه في 2004 أه كافحت زي زي اي شاب بيسافر بره والحمد لله ربنا اكرمني ورضاني بوقفه اهلي واخواتي وزوجتي جنبي والحمد لله فنزلت رجعت بلدي ماشي علشان اخدم اهل دايرتي كلهم كاملين واهلي سلسيل كلها كامله ببعض النواقص اللي موجوده عندهم ده نبذه مختصره عن وليد ابو الفضل. تمام احنا من النبذه المختصره دي حضرتك قلت جمله مهمه جدا انك ده ده. قلت انك كنت شاب مكافح. وربنا اكرمك علشان كفاحك الحمد لله. طيب حضرتك مستمر في خطوات النجاح ومستمر في خطوات انك تكون حتى شاب له نتائج ايجابيه مش بس على حضرتك لا ده على غيرك من خلال قرار ترشحك لمجلس النواب فقل لي القرار ده اتاخد ازاي القرار ده اتاخد بناء على طلبات من اهل الدايره عندي واهل بلدي والقرار الثاني اتاخد برضه من جواتي انا كوالده بالفضل علشان بالنسبه للدائره بتاعتي او خاصه مركز ميت سلسيل مهمش من عدم وجود في التقرير انا كذا حد بيقول لك آه. 25 سنه تقريبا 25 سنه مفيش اي حاجه بتحصل مفيش بالنسبه للدائره بتاع الدائره بتاعتنا نهائيا مم. يعني فربنا يقدر ان شاء الله واكون عند حسن ظن الجميع فيا واكون على قد المسؤوليه اللي هم يحملوها لي ان شاء الله يا رب بالتوفيق ان شاء الله للجميع باذن الله ليا او لاي مرشح تاني في الدائره كلها ان شاء الله باذن الله طيب النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في مؤتمر صحفي عن اتفاقيه ترسيم الحدود ما بين مصر واليونان قال جمله كويسه جدا يعني من الجمله دي انا عايزه حضرتك تنطلق بما اننا داخلين على مجلس نواب البرلمان وانك هتكون نائب عن الشعب انه بيقول التعامل حتى على المستوى الدولي بيكون على اساس القوانين والاعراف ما بين الدول فحضرتك داخل منصب هو يعتمد كليا عن على القوانين وعلى تنفيذ هذه القوانين لصالح المواطن كلمني شويه عن رؤيتك في دخول هذه الانتخابات ولما ربنا يريد ان شاء الله بالنجاح والفوز انك تحصل على كرسي البرلمان انا رؤيتي كلها عن دخول الانتخابات اللي هي خطر التنميه اللي قال عليها سياده الرئيس تمام بالنسبه لل التنميه المستدامه 2030 طبعا اه 2030 بالنسبه للمرحله التعليميه المرحله الصحيه الزراعيه الاقتصاديه ماشي جميع المراحل من الدوله والتنميه والتطوير للدوله كلها 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 كامله ده المراحل اللي بتكلم عنها يعني تمام طيب خلينا نمسك ملف ملف يعني انت شايف ايه الملفات او في حاجه اسمها قائمه الاولويات يا فندم ايه الملف اللي له من الاولويه القصوى ان حضرتك حاطط هناك عليه وعايز تفتحه من خلال الملفات اللي بتقول لي عليها والله اول ملف نحب نتكلم عنه هو ملف التعليم. تمام لان التعليم هو يعني ايه ركيزه المجتمع كله. التعليم هو اللي بيخرج لنا الطبيب اللي بيعالجنا، التعليم هو اللي بيخرج لنا المهندس اللي بيعمل لنا الطرق، اللي بيوفر الاناره للطرق، التعليم هو اللي بيخرج المبرمج اللي بيقدر يعمل لنا البرامج بتاعتنا نشتغل عليها. تمام طبعاً. التعليم يعتبر شامل كل حاجه كل شيء لو عادنا نتكلم عن التعليم هنتكلم عن التعليم في كل شيء طبعا التعليم هو اللي قعد حضرتك قدامي النهارده <applause> وقعد <من> قدامك <تصفيق> النهارده <تصفيق> <تصفيق> التعليم هو اللي خلى الساده الافاضل يقدروا بيعملوا حاجه <applause> ماشي التعليم هو اساس المجتمع طيب اه احنا نعلم جيدا ان هناك احتياجات عامه على مستوى الجمهوريه بالنسبه للشعب اه اه اجمع وهناك احتياجات خاصه كل مرشح بيكون شايفها في دايرته فأنا عايزة أشوف الاحتياجات الخاصة وأعرف مع حضرتك والمشاهدين كمان واللي بيشوفونا وأهل دايرتك اللي ممكن بالنسبة للتعليم. مش بالنسبة للتعليم بس أنا عايزة أعرف الاحتياجات الخاصة لدايرة المرشح وليد أبو الفضل عبارة عن إيه؟ يعني تقول لي كده نقاط حضرتك بتقول في بعض النواقص اللي موجودة في الدايرة أو من خلال ده أو لما شفت الموضوع ده قررت الترشح فنتكلم عنها باستفاضة والله يا فندم أول حاجة أحب أتكلم عنها في النواقص ماشي اللي هم أهل العزب والكرة. اه دول يعتبر اهم شيء حاسس ان هم مهمش حاسين ان هم مهمشين بالنسبه للمراكز ماشي العزب ينقصها طرق تمام. ينقصها اناره ينقصها صرف صحي ينقصها مرافق م. ده بالنسبه للعزب دول اهم شيء م. اهم شيء اللي هم العزب تمام حاسين ان هم مهمشين بالنسبه للمراكز آه بالنسبه للمركز بتاع 100 سلسيت خاصه او مركز الجماليه او مينة النصر مينة النصر ينقصنا بعض الاشياء ومنها واهمها اللي هو جلب, جلب وحده جوازات تمام للمنطقه سواء الجماليه سواء ميت سلسيل سواء مينة النصر مم. وحده جوازات لا يوجد عندنا وحده جوازات تماما ولا تسريح عمل والعمل على جلب وحده مرور مم. وحدة المرور مش موجود عندنا وحدة مرور نهائيا ما نحب نروح بنروح مناطق بعيدة عننا شوية تبعد عندنا بال دي مشكلة طبعاً. آه طبعا احنا بنسهل على المواطن مش شو. بنعجز المواطن ان هو يظبط اوراقه او الحاجات الرسمية تحديدا بالنسبة للدايرة بالنسبة للدايرة موجودة من منة النصر إلى الجمالية م. المنطقة دي كلها لا يوجد فيها وحدة مرور وحدة جوازات وحدة تصريح عمل تمام. نهائيا تمام وبرضه الحاجة الثانية اللي بحب اذكرها مع حضرتك النهاردة اللي هي لا يوجد فيها إدارة زراعية الوحدة المنطقة كلها كاملة من المنطقة مصر إلى الجمالية مش في إدارة زراعية الإدارة الزراعية موجودة بيننا وبيننا حوالي 20 كيلو مم. 20 كيلو نروح لها كتير جدا طبعا آه يعني وفي بعض النواقص طبعا في المرافق بص في هو الكروب. فكرة الإدارة الزراعية دي يعني حضرتك آه آه يعني السؤال يطرح نفسه يعني أنا أعلم جيدا أن آه آه الفلاح زي ما أنت حضرتك بتقول التعليم كده بيكون اساس ان احنا نخرج ناس على كفاءه عاليه ان هم يظبطوا كل حاجه بالنسبه للدوله الفلاح ايضا له دور مهم جدا فكلمني عن ملف الفلاح عند حضرتك بالنسبه للقرى والعزب والمراكز اللي حضرتك نازل عنها والله الفلاح ينقصه الدعم دعم مثلا البنك البنك الزراعي يدعم الفلاح في بعض المحاصيل الزراعيه يعني حضرتك لمست مشاكل او, أو هم طبعاً. بيعانوا من مشكلات طبعاً. عندكم تمام طبعاً. 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 آه الفلاح ناقصه مثلا يعني ايه زياده في الرقعه الزراعيه بتاعته عشان يقدر يشتغل يقدر يعيش نمنح مثلا بعض الشباب من مناطق من اراضي زراعيه على اساس يقدروا برضه ان هم يتوفر لهم فرص عمل في المنطقه كلها تمام جدا الفلاح برضه الزراعه دي بتقوم آه طبعًا دول يعني طبعًا. احنا دي اهم حاجه المفروض ان احنا نركز عليها الفلاح ينقصه طرق تمام يمشي عليها اه عشان يقدر يروح اه بم... يعني بالظبط بمعنى ايه وضح اكتر يعني ايه ينقصه طرق يمشي عليها يعني الفلاح في يعني القرى الفل... الفلاح موجود في 100 سلسيل موجود أمان. في قرى 100 سلسيل موجود في عزب 100 سلسيل م. ماشي لينا في كل مكان انا انا راجل فلاح عندي ارض ده أف... و... يعني ماشي. ده احلى حاجه <applause> راجل... وابوي فلاح م. الحمد لله يعني اشرف شرف ليا بذلك يعني اكيد الفلاح ينقص يعني طرق الطرق اللي هي تؤدي الى عمله م. طريق يؤدي الى يؤدي لعمله ماشي في بعض الطرق موجوده في اثناء المطر عامه الفلاح ما بيقدرش يروح مشاكل طبعا كوارث دي طبيعيه آه. تمام جدا مم. ماشي برضه الفلاح بيعيش في مناطق نائيه آه. موجوده مثلا في العزب موجود فلاحين فيها مم. طبعا الفلاح ما بيقدرش يتحرك لا قدر الله لو الفلاح زوجته في حاله وضع او حاجه زي كده عشان ينقلها من مكان او في حاله مرض عادي او في حاله مرض بالضبط ينقلها من مكان لاخر بياخد وقت كبير جدا ونرجع في الاخر ونقول الموضوع موضوع طب لا الموضوع الاول البنيه التحتيه اللي هي الطرق الصرف الصحي الاناره يعني أول حاجة دايرة حضرتك بتكون محتاجها هي البنية التحتية لازم. وبعد كده بتشوف الخدمات اللي بتقام على آه آه دا أو داخل هذه البنية التحتية طبعا. من توفير كل الخدمات للمواطن طبعا. طيب أنا عايزة يعني حضرتك بتقولي في التقرير كمان اللي احنا شفناه مع بعض ان مش بس واحد او فرد واحد اتكلم عن النقطه دي، كذا واحد قال ان احنا فعلا بقى كتير او سنين طويله ما فيش حد بيمثلنا. 25 سنه. و25 سنه ما فيش اي خدمات بالنسبه للدايره بتاعت حضرتك. فين اللي كانوا مسؤولين يعني فين تواجد المسؤولين في الفتره دي حضرتك كمواطن بقى داخل الدايره يعني يعني ما كلمني كوليد ابو الفضل مواطن عادي ومن اهل هذه الدايره كان فين المسؤولين وحضراتكم كنتوا بتعملوا ايه والله يا فندم المسؤولين المسؤولين موجودين بس المسؤول عشان يوصل صوته ماشي الصوت ده لما يوصل مكانه ما بيوصلش بشكل صحيح لو لو احنا عندنا نائب في منطقتنا هيقدر ياخد من المسؤول الطلب بتاعه يوصله للجهات المختصه يقدر يخلصه انما احنا عندنا على مستوى المركز بتاعنا 25 سنه مفيش حد يوصل صوتنا هناك هي دي المشكله عشان اوصل صوتي لازم اروح بلاد تانية ايوه فهمت حضرتك نواب من, من مراكز من أخرى, دوائر اخرى من دوائر اخرى, من أخرى. تمام طيب انا هاخد مداخله وهرجع لحضرتك آه. <applause> آه. الو ايوه فندم آه. استاذ علاء معايا اتفضل اهلا وسهلا يا فندم حضرتك معايا اتفضل استاذ علاء يا فندم سامع سيادتك اتفضلي احنا مع حضرتك على الهوا اتفضل والله انا بحب اشكر الاستاذ خليل انا الكردي طيب ممكن حضرتك بس يعني تظبط الشبكه علشان نسمع حضرتك كويس انا بحب اشكر الاستاذ وليد طبعا ابو الفضل مستعار رقم 22 الأستاذ وليد طبعاً كمية تسجيل دالية وإحنا حضرتك من الكردي، إحنا طبعاً شباب الكردي كنا بندعم الأستاذ وليد لأن راجل فاعل في الخير ومساهم في مساعدات كتيرة مع الأسر المحتاجة أثناء فترة كورونا. وأيضاً حضرتك دعم برضه بعض الأسر المحتاجة بلوازم الدراسة زي الكراريس والكتب والكلام زي كده. آه إحنا فعلاً إحنا دخلنا في الدراسة وأكيد في مشاكل كان بيعاني منها الأهل، اتفضل يا أستاذ علاء. والله هو مش بس على الدراسه وظروف الكورونا الايام اللي فاتت لا هو بصراحه يعني الراجل ده فيه لله كتير وبيساعد تفشير كتير ودايما رقمه مع الجميع واي حد محتاجه بيكلمه في اي وقت ودايما خدوم لشباب الدايره كلها يعني بصراحه يعني شاب كله طاقه وطموح شهرة نشاط بصراحة يعني وكل الدعم من شباب الكرد الأستاذ وهيدا أبو الفضل رقم 22 رمز العرب فتح مساعدات الخير لكل الناس يعني شكرا لحضرتك يا أستاذ علاء شكرا لمداخلتك شكرا يا استاذ علاء <applause> آه نرجع هو آه قال ان هو من الكردي الكردي من آه الكردي جنبنا اه من المراكز اللي موجوده في الدايره بتاعتنا الكردي يعتبر يعني اخوات واه طيب. يعني جلال. نرجع بقى للنقطه المهمه حضرتك قلت ان الاربع مراكز دول تحديدا بتوع الدايره اللي حضرتك نازل عليها ما كانش في حد بيمثلها وعلى بال فعلا ما يوصل صوت المواطن لنائب اخر او في دائره اخرى كان ممكن آه ياخد وقت طويل آه وفي التقرير قالوا ان احنا كنا نتمني حد من آه جوه دايرتنا او من اهلنا علشان فعلا يمثلنا انا عايزه حضرتك تكلمني عن يعني انا سمعت اهو استاذ علاء وفريق الاعداد برضو هو بيعمل سيرش عن حضرتك عرفنا انك بتقدم خدمات كتير لاهل الدايره حتى لو ما كنتش نازل لانتخابات مجلس الشعب ايه اكتر حاجه حضرتك لمستها ان المواطن الغلبان البسيط اللي داخل هذه الدائره بيكون محتاجها سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى التعليمي يعني حضرتك كلمنا اكتر حاجه كان بيعاني منها المواطن والله أكتر حاجة بعنا من المواطن عدم وجود خلق فرص عمل للمواطنين تكافؤ الفرص أيوة مفيش مفيش فرص عمل تماما يعني طبعًا. يعني هما بيطلبوا أن هما يلاقوا فرصة يشتغلوا علشان ما يكونوش آه على حد أو عشان ما يقولوش طبعًا. إحنا محتاجين طبعًا. يعني حضرتك عايز تقصد إن, أن دي شخصية المواطن في المنصورة أو طبعًا. في الدايرة بتاعت حضرتك طيب آه أنا عايزة حضرتك تقول لي كده مجملاً نقاط البرنامج بتاعك او خطتك يعني خطه البرنامج بتاعت حضرتك اللي انت تامل بعد حصولك على كرسي البرلمان انك توفرها وازاي او اليات توفيرها تكون ازاي؟ والله ان شاء الله لما ربنا يكرمني وفقني طبعا بدعم اهلي ليا وبلدي ليا والدايره كلها ليا اول حاجه بحاول اسعى ليها هي منظومه الصحه ان شاء الله بحاول اوفر مستشفى من المستشفيات في يعني كلمني يا استاذ وليد يعني في في وحدات صحيه عندكم في مستشفيات في تامين صحي يعني كلمني على طبيعه هذه الدائره في في موجود في في الجماليه مستشفى موجوده وفي موجود في مدينه النصر مستشفى موجوده ماشي وفي موجود في مدينه سلسين مستشفى موجوده المستشفيات دول تخصصهم مستشفيات تحويليه بيحولوا مستشفيات تحويليه اه بيحولوا الحال باذن الله احاول جاهدا ان اخلي مستشفى على مستوى الدائره تكون مستشفى عام تخدم يعني أهل يكون دي. فيها آه. عناية, مركزة عناية مركزة ويكون فيها غرف و... عمليات تمام لكن إن شاء الله. حتى الآن المستشفيات دي مسؤولة عن إن لو في حالات خطيرة بتحولها بتحول. لأماكن أخرى آه. لكن ما بيكونش في الشق العلاجي داخل هذه المستشفيات بسيط تمام هنطلع مع بعض تقرير نشوف تقرير كده وفصل صغير ونرجع تاني مع أستاذ وليد أبو الفضل أنا أنس جعطيت من متسلسيل واحد من المؤمنين بفكرة التغيير في المجتمع المصري والدولة المصرية واحد من المؤمنين بأن لازم عنصر الشباب يمثل داخل مجلس النواب تمثيل حقيقي لأن مصر مرت بعدة أزمات في مجلس النواب السابق فكان عندنا مشكلة خطيرة جدا أن كانت إسهامات ومشاركات مجلس النواب السابق في المشاكل القومية والمشاكل الوطنية كانت ضعيفة أتمنى أن مجلس النواب القادم يكون له تمثيل حقيقي فيها على سبيل المثال مشكلة الطالب روجيني الدارس روجيني هو الإيطالي لما حصل في أزمة ما بين مصر وما بين إيطاليا وما بين البرلمان الأوروبي البرلمان المصري كان دوره أقل فاعلية إحنا عايزين برلمان مصري مشرف ولذلك لما انطرحت فكرة الأخ وليد أبو الفضل ان هو يترشح لمجلس النواب انا كنت من المؤمنين بهذه الفكره واتمنى ان يكون اضافه واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ووفق كل العناصر الطيبه والعناصر النظيفه والنقيه اللي زيه ان البلد دي لا يمكن ان البلد دي تتقدم وفيها مجلس نواب ضعيف لازم يكون مجلس النواب بتاعنا قوي عشان يمثل اضافه واسهام لحركه النمو والتقدم في الدوله المصريه مصر محتاجه لكل عناصرها الفعاله لإن مصر لازم تكون قد الدنيا. مصر لازم تكون عظيمة. عظيمة برئيسها، عظيمة بجيشها، عظيمة بشعبها، عظيمة بمجلس نوابها، عظيمة بيكم كإعلام، عظيمة بينا كلنا. ومصر لو لو امتلكت كل عناصر بناءها وتقدمها سوف تحكم العالم وتحكم الكرة الأرضية. مصر داخلة النهاردة على ثورة اسمها الثورة الرقمية. النهاردة لما أنتم قمتم بمشكلة وشفتيها كانت مشكلة تركيا مع مصر. مشكله البحر المتوسط مشكله ترسيم الحدود مشكله ان مصر تصبح أكبر دوله اقليميه مشكله النهارده ان مصر اصبحت واحده من من يمتلكون الغاز يعني في خلال 2024 25 مصر سوف تحكم وتتحكم في الوقود وفي العناصر الموجوده موجوده في العالم النهارده انت اصبحت بتنتج وبتسيل الغاز لنص الكره الارضيه فلابد ان يكون فيه مجلس نواب قوي ومجلس نواب عمين. فكرة طرح أستاذ وليد أنا كنت مع هذه الفكرة كعنصر شبابي ناجح في عمله فأكيد 100% هيمثل عنصر إضافة وأتمنى له التوفيق إن شاء الله لو ربنا أمر وأنا من المساعدين والداعمين ليه. هو أخونا وحبيبنا وحبيب البلد كله ونعم وأكرم به وربنا معاه وربنا يوفقه وهو قدامنا وإحنا وراه وربنا معاه. أستاذ مير الأحمدي معلم خبير معهد فتيات متسلسل. سلسيل الأستاذ وليد أبو الفضل طبعا ونعم الناس به من خير شباب متسلسل واحنا اخترناه على مركز مثل الناصر والجماليه والكرد ومتسلسيل وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجميع وهو انسان من خيرة شباب متسلسل ورجاله متسلسل واحنا جميعا بنقف وراه بكل ما نملك من اصوات وبندعمه وان شاء الله يكون له حظ ويحلفوا الحظ ان شاء الله وفي مجلس النواب باذن الله واللي فيه الخير يقدمه ربنا واحنا كلنا يعني في ده وعشان مصر وخيره مصر وشباب مصر وهو برضو انسان محترم ومن عيله فاضله بسم الله الرحمن الرحيم احنا بقالنا لنا 12 سنه ما فيش في عيد كويس في 130 احنا قلنا يا, و... يا وليد ابو الفضل تعالي اذا انت هتعمل شغل للبلد هنشتلك على دماغتنا ما انت هتعمل شغل اقعد على الكرسي وما تخرجش من الدار الاني فداكم الاني فداكم الفلاحين الغلابه قلت له ما تقعدش على الكرسي وتحط رجل على رجل وتسيب سمير حسوب يعيط بدموع هنا. عن اسم حضرتك ثروت مجاهد حسنين وهبه. نحب نرشح رشحنا الاستاذ وليد ابو الفضل لانه راجل متعلم وراجل متمكن من الكلام اللي هيقوله والكلام اللي هيروح في مجلس الشعب وفضلناه عن غيره لان احنا بقى لنا 12 سنه ما وصل 25 سنه ما وصلناش لمرشح في ميث سالسيل وميث سلسيل بلد العلم. معروفه على مستوى الدقهليه ما تقول ميس سلسيل يقول بلد العلم فاحنا عايزين ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا وليد وليده بالفضل يكون هو الاول على دائره ميس على دائره الدائره اللي هو فيها لكل المرشحين انا شاب من ميس سلسيل لنا حقوق ضيعة فاحنا قلنا عايزين نائب من ميس سلسيل يجي يرشح مركز ومدينه ميس سلسيل فعندنا المستشفى مين اللي هيروح يكلم الوزير لازم عضو مجلس الشعب لازم اي حاجه لازم عضو مجلس الشعب احنا حقنا راحه من زمان لازم صوتنا يوصل للحكومه احنا عندنا صرف صحي عندنا مستشفى عاوزينها تبقى الف عندنا حاجات متبهدله خالص صوتنا ماش وصل للحكومه فاحنا رجاء عاوزين عضو مجلس الشعب يوصل مركز مدينه نبي دي بلد العلم بلد العلم فاحنا عاوزين ابن بلدنا يكون في عضو مجلس الشعب عشرين فيبقى ازاي بلدنا بلد العلم ما فيهاش عضو مجلس الشعب فان شاء الله باذن الله احنا مع الاستاذ وليد قلبا وقلبا مع الشباب النساء ان شاء الله باذن الله احنا طالعين هنعلم على 22 رمز العقرب اعزائنا المشاهدين مع استاذ وليد محمود ابو الفضل وشهرته وليد ابو الفضل رمز العقرب رقم 22 عن دائره منيه النصر الجماليه الكردي 100 سلسير. أه يعني انا عايزه بقى انطلق من التقرير ده من كلمه المواطن البسيط الجميل اللي احنا آه. شفناه ان انت لو مش قدها اقعد في بيتكم. هل انت مستعد للمساءله والمحاسبه من اهالي دائرة حضرتك إن شاء الله لما ربنا يكلل مجهودك بالنجاح والفوز بإذن الله مستعد طبعا بدعمهم ليا وقفتهم جنبي وده حاجة يعني شرف ليا أن أعمل حاجة زي كده بإذن الله يا رب يعني المسؤولية كبيرة يا سيدي آه طبعا عارف المسؤولية يعني آه كبيرة آه يعني إحنا ليه بأملنا حتى يعني في التقرير الناس كلها عمالة تقول محتاجين عنصر شبابي متعطشين أن يكون م. في حد عنده آه طاقة وعنده باور وأن هو آه عنده فكر جديد وبيفكر خارج الصندوق لأن المسؤولية فعلا كبيرة إحنا الآن آه في مرحلة آه ما تستحملش ان احنا نرجع لورا خطوه تمام. فحضرتك يعني كلمني شويه عن مش عايزه اقول قدراتك او عايزه اقول خلينا نقول سمات شخصيه النائب انها متوفره في استاذ وليد وانت شايف النائب المفروض يعمل ايه علشان خاطر ما يخزلش الناس دي ويكون فعلا على قد مسؤوليه طموحاتهم وأملهم انا والله الحمد لله يعني مع الناس كلها بعملهم معاملتهم مع الصغير قبل الكبير مع الفقير مع الغني مع الفلاح مع جميع فئات الشعب بتكلم مع الكل تمام وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم ان شاء الله يعني باذن الله اللي يحتاج حاجه مني انا موجود اه احنا سمعنا ان حضرتك فعلا بتقدم الخدمات يعني من غير ده حاجة اي ربنا تمام آه ولكن المواطن آه مش بس خدمات هو محتاجه يعني على مستوى الجمهوريه على فكره يا استاذ وليد يعني مم. انا بتكلم مع حضرتك على مستوى الجمهوريه خاصه لما بتشوف الشباب في التقارير اللي احنا بنعملها بيقول لك احنا لينا حقوق يعني هم عايزين يعملوا اه 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 او يطلعوا عاملنا. صرخه في ان انا حقي مش عارف اخده. من 25 سنه مهم جدا. 25 سنه البلد لها حقوق مش عارف تاخدها عندنا عندنا في البلد على, نظ... على مس المركز الشباب متسلسل ماشي له ملعب موجود تمام من 25 سنه مم. الملعب ده حاليا لسه ما اتعملش فيه اي شيء. انا قدمت قدمت اكتر من شكوى وقدمت اكتر من استغاثه ولسه امبارح بس جاي الرد عليها ده بصفه حضرتك الشخصيه بغض النظر عن وجودك في السباق الانتخابي بغض النظر عن اي شيء مم. قدمت استغاثه واتصل لي اتصال امبارح من البرلمان المصري تمام ماشي وحاول يفهم مني المشكله وفهمت المشكله تمام وان شاء الله بتعرض قريب جدا على المحافظ المحافظ الداخليه وهياخد فيها خطوات سريعه باذن الله تمام وبرده حاجه ثانيه برده في المركز الشباب لمراكز الشباب عامه كلها بالنسبه للعزب والقرى والحاجات دي كلها برضه مهمشه بالنسبه للمجتمع على لحضرتك للنقطه دي بس انا شايفه لقطه جميله جدا يعني معانا هو إن الناس شايلاك فوق كتفها الموضوع ده كبير جدا يا ست ناف يعني 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 ده يعني حسيت بايه في وقت ما هم كانوا انا بحب الناس لان انا منهم يعني ده حب يعني انا شايفه ان ده حب فعلا يعني انا بحب الناس دي انا منهم وهم مني وانا داخل عشان خاطرهم هم خاطر الناس دي حضرتك قلت كلمه مهمه جدا انك لما قدمت طلبات إغاثة اتصلوا بيك مجلس النواب اذا الدوله محتاجه اللي يتحرك اه طبعا يعني ده, ده اللي انا لمسته من كلام حضرتك طبعاً. الدوله محتاجه اللي يتحرك اللي يوصل الرساله بالظبط ف يعني ان شاء الله بعد الفوز وبعد ما حضرتك توصل أأأ لهذا المنصب اللي هو مسؤوليه عظيمه جدا لان انت نائب عن الشعب في جزء او شق رقابي ومتابعه بالنسبه للنائب المفروض ان هو يقوم بيه ماذا لو هناك تقاعس من الوزارات المعنيه بالخدمات او بالحاجات اللي انت عايز توصلها للمواطن والله يا في بعض الحاجات اللي هي ما استدعيش ان انا اوصلها ممكن نحلها داخل مركز متسلسل او داخل الدائره من مبدا التعاون من او التكامل التعاون مع الحكومه التكامل تمام مع الحكومة تمام جدا يعني مش كل حاجه اجري بيها مم لا في بعض الحاجات نقدر جوه الدائره بتاعتنا نقدر نحلها حاجات بسيطه نقدر نحلها كويس جدا الحاجات اللي هي بره استطاعتنا نعرضها تمام انما الحاجات البسيطه بينا وبين الدايره كلها كامله بالتعاون مع الجميع نقدر ان احنا نحلها مع بعض تمام جدا الحاجات الكبيره آه، اللي بتكون محتاجه تدخل اللي الحكومة اللي محتاجه قرارات مم. اللي محتاجه قوانين مم. نقدر نوصلها تقدم زي ما تقدمت طلبات آه. الاستغاثه كده أيوة. هيكون في طلبات احاطه حضرتك آه، تمام. آه، هتكون آه، ملم بيها ان شاء الله الحاجات حضرت. البسيطه نقدر نلمها بينا وبين بعض طيب. مش كل حاجه انا هاخد مداخله وارجع لحضرتك معايا مين في المداخله يا غاده؟ استاذ محمد طه اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم تشرفنا بيكم والله ونحب نوجه الشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على القياده الحكيمه وان شاء الله بنكون داعمين له عن طريق الاستاذ وليد ابو الفضل طبعا يكون عضو مجلس الشعب ان شاء الله نتمناه ان شاء الله ان يكون عضو مجلس الشعب الاستاذ وليد طبعا من الناس المحترمه جدا اللي على خلق يعني نتمناه يعني شباب ان شاء الله يكون داعم لنا كشباب عامه ويكون يعني يد العون لنا لتوصيل صوتنا للرئاسه او لتوصيل صوتنا للحكومه وان شاء الله يعني ان شاء الله احنا كلنا باذن الله بالاجماع قرى ال 400 والاتحاد والشعيره وال 400 والجعافله وعزبه 8 وجميع قرى 100 تمثيل والدائره جميعا ان شاء الله نكون تحت يعني نكون داعمين له ان شاء الله ونتمنى له التوفيق باذن الله. شكرا لحضرتك آه يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك. آه يعني عايز بس اعقب على اتفضل طبعا المتابع. انا كنت عايز اعقب اصلا على كلمه الشباب ان هم فعلا برضه متعطشين على الشباب فعقب <applause> بقى على الراي بتاعه. آه انا بشكر اهل الدائره جميعا وبشكر اهل الاتحاد وعزبه الشعيره وعزبه اللطيفة والجعافره وعزبه سته. ويعني بشكر الجوابر بشكر جميع القرى تمام وبشكر جميع الناس اللي وقفت جنبي اللي شجعوني واللي حفزوني اللي خلوني يعني مسؤوليه كبيره علي ربنا يقدرني شاء واقدر الله اقدر أدها. اكون عند حسن ظنهم <applause> جميعا ان شاء الله, الله باذن الله طيب آه بما اننا بنتكلم عن آه يعني العزب والقرى اللي حضرتك بتتكلم فيها وعن الدايره ان هي تضم اربع مراكز يعني احنا شفنا في مجلس الشيوخ كان في عزوف من الناس على مستوى الجمهوريه ان هم ينزلوا يدلوا باصواتهم ويمارسوا حقوقهم السياسيه في ان هو يدي صوته سواء في استفتاءات او في انتخابات مجلس النواب او مجلس الشيوخ. حضرتك شايف ايه المره دي في مجلس النواب الدوره الحاليه؟ بنسبه قد ايه الناس متفاعله معاك وان هي ممكن تنزل تدي لك صوتك والله تصوتهم. اللي انا شايفه من مركز 100 سلسيل ومن الدايره بتاعتي كلها شايف الناس الحمد لله يعني شايف في تفاعل مش مع ولدة بالفضل بس مع جميع, مع جميع المرشحين مع جميع المرشحين ده ده نقطه مهمه آه. جدا ان الناس فعلا تتفاعل, تتفاعل. لان ده حقهم في ان هم يختاروا عايزين, عايزين حق ليهم سواء مع ولدة بالفضل او مع اي مرشح اخر مع احترامي للجميع م. كل المرشحين الموجودين على مستوى الدوله طيب. كلهم ناس محترمين. عايزه ادخل في نقطه مهمه جدا لان من ضمن التقارير اللي احنا عملناها كان في حد بيتكلم اعتقد ان هو في الاداره التعليميه او في وزاره التعليم التربيه تمام. والتعليم بيتكلم عن حته الثوره الرقميه او التحول الرقمي واحنا داخلين على نظام تعليم جديد هو التعليم عن بعد. حضرتك شفت يعني طبعا اكيد الاسر عندكم فيها جميع المراحل الدراسيه تمام. حضرتك هتعمل ايه علشان الموضوع ده او ايه المشكلات اللي عايز نتفاداها علشان تمشي المسيره التعليميه بشكل سليم اهم شيء سليم. في الموضوع ده اللي هو التعليم عن بعد والانترنت والحاجات دي يعني تقويه شبكات الانترنت على تمام. مستوى الدايره تمام تمام مظبوط ده اهم شيء حضرتك عندكم عجز في الموضوع آه، ده طبعا طبعا تمام. طبعا في عجز جامد كامل جدا يعني م. كامل وجامد كتير تمام. ماشي على مستوى الدائره كلها م. ويشمل جميع القرى والمراكز والعزب لازم يروح لها شبكات انترنت تكون قويه جدا تمام ماشي دي اول حاجه لازم م. دي اول حاجه بالنسبه لمنظومه التعليم اللي الدوله كلها تهدف بيها م. ان شاء الله يا رب وهتكون حاجه كويسه جدا للدوله تمام ماشي واكون يعني دافع دافع للتنميه التنميه بتاعت الدوله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. طيب آه نخلينا شويه في شقة التعليم بما ان حضرتك قلت ان ده الملف المهم آه يعني هو ملف الفلاحين والزراعه آه ماذا عن التعليم الفني في دائره 100 آه سلسيل والله التعليم الفني عند دائره 100 سلسيل آه كويس مش وحش آه. عندنا مدرسه الصنايع ايوه في اقسام النجاره في اقسام التبريد والتكييف في اقسام الحداده في اقسام يعني بما ان حضرتك اصلا تخصص توظيف وعماله آه. فاذا انا شايفه ان التعليم الفني ده مهم جدا علشان يكون في, يكون في عندنا انتاج طويل. محلي فكلمني عن الفرص او تكافؤ الفرص زي ما حضرتك بتقول للدايره بتاعه حضرتك ان شاء الله يعني بوجودك وانك تمثل صوتهم ان هذه الفئه احنا عاملين لها ايه؟ او مجهزين لها ايه؟ بالنسبه للفئات اللي هي الفنيه، المدارس الفنيه الفنيين الكهرباء ماشي واهم شيء اللي هو الفني الحاسب الالي فني الشبكات تمام طبعا البرمجه طبعا لان الدوله اللي دلوقتي بت... بتتجه اتجاه اخر بالظبط مرحله أ... جديده جدا منظومه ثانيه خالص الدوله تطور ليها وانا لمست حاجات زي كده في مصر كنت لمستها بره والوقت لمستها في مصر كويس. الحمد لله بدانا نتطور تطور طور رهيب جدا دلوقتي مم. ممكن اللي محتاج ي... يعمل رخصته الشخصيه عن طريق التليفون عن طريق الانترنت تقدر تقول لحد البيت اقصد دلوقتي حاليا مراكز بتاعه وحالات المرور فيها نظام الكتروني سداد الكتروني فيها حاجات كويسه جدا اتطورت في مصر الوقت النهارده جميع البنوك وحدت موضوع المنظومه الالكترونيه أيوة تقدر تخش اونلاين دلوقتي تعملوا كل حاجه فدي حاجه بالنسبه لمصر تطور وحاجه تقدم. نتمنى ان شاء الله ان هي توصل على اكمل وجه توصل على اكمل وجه لجميع طيب الموضوع. انا عايز اعرف التكريمات اللي حضرتك شايفينها معانا على الشاشه دلوقتي أو كان أو كان تكريم عن ايه؟ اداء اوائل الطلاب في في بقره الاتحاد اه انت يعني مهتم اكتر بانك تشجع حتى على التعليم دي وعلى دي في الاجيال إيه اللي جايه بعد كده بالظبط احنا لسه انا كنت في الانترو بتاعي بقول ان مدينه المنصوره ولاده اصلا يعني فيها يعني العظماء زي نجيب محفوظ وبعدين مركز 100 مشهور عنه على مستوى الدائره كلها بلد علم. ايوه طبعا طبعا اللي كان فيها يعني اول من اسس يعني او بيسموه ابو التعليم هو علي مبارك فيعني في آه. الموضوع كبير بصراحه فمحتاج ان احنا نتعلم منكم بقى اكتر يعني من من ان احنا نطور طيب انا عايزه حضرتك كنا بنتكلم عن قبل الهوا يعني كنا بنتكلم عن الملف بتاع الفئات المهمشه المتحدي الاعاقه المسنين, المسنين، المراه المعيله يعني اتكلمني اكتر عن الفئه دي تحديدا لان دول اكتر ناس محتاجين ان هم يقوموا بقى يعني يطلعوا من حاجه يروحوا لحاجه اكبر وحاجه افضل انا هكلم حضرتك على حاجه على مستوى الشخصي اتفضل انا شايف في الدايره كلها كامله وبعض المناطق المسنين مهمشين الارامل مهمشين معلش المطلقات برضه مهمشين طيب مهمشين بمعنى ايه يعني لو هنتكلم عن المسلمين والارامل مثلا والمطلقات ان مثلا ليهم معاشات معاشات بي ضعيفه معاشات ضعيفه فانا عايزه حضرتك توضح مهمشين في ايه بالضبط محتاجين ايه احتياجاتهم يعني لما تكون واحده مطلقه م. بيتصرف لها معاش وليكن 500 600 جنيه هيعملوا ايه النهارده لما تمام. يكون عندها طفل او اثنين او ثلاثه في المراحل التعليميه م. يعني فحضرتك هتسعى انك توفر ليهم حياه كريمه زي ما سياده الرئيس اصلا موصي طبعًا في مبادراته من ضمنها مبادره حياه كريمه وتكافل وكرامه يعني حضرتك هتقصد الملفين حياه كريمه دول. وتكافل وكرامه دي بتبقى بين الدائره يعني دي الحاجات البسيطه اللي بتكلم عنها اللي ممكن الدائره كلها تجتمع عليها ونقدر نعمل فيها حاجه تمام تمام طيب آه يعني انا شايفه آه آه متحدي الاعاقه آه في قوانين موجوده وقوانين محترمه جدا الدوله يعني حطاها بالنسبه لحقوق متحدي الاعاقه او ذوي الهمم ولكن هي اليات التنفيذ يا استاذ وليد يعني هي بس هي نقصنا التنفيذ والتنفيذ السريع وليس التباطؤ في تنفيذ هذه القوانين لصالح المواطن وخاصه بقول لحضرتك هو فئه متحدي الاعاقه او ذوي الهمم ف يعني حضرتك حصل مشكلات او او جالك مثلا اي شكوى من هذه الفئه تحديدا جال شكاوي كتير تمام في بعض الناس اللي عندهم اعاقه ذهنيه في بعض الناس اللي عندهم اعاقه جسديه مم. ماشي فانا مم. على المستوى الشخصي بحاول اللي اقدر أوفر لهم واوفره على المستوى العام بالنسبه للبلد هم اللي انا شايفه اتجاه سياده الرئيس حاجة زي كده ايوه اتجاه كويس جدا جدا لتحدي الاعاقه بشوف في تكريمات ليهم بشوف في دورات بتتعمل لهم يعني الحاجات بتعملوا حاجات جميله جدا على مستوى مصر كلها طيب انا انا شفنا من خلال الصور اللي كانت بتتعرض واحنا في الحلقه ان حضرتك مهتم بملف الرياضه آه. ومراكز الشباب آه في خطه حضرتك عاملها لمراكز الشباب يعني حضرتك قلت لي ان احنا محتاجين في الدايره اه طبعا آه فاشوف اه يعني عايزين بس اشوف مع حضرتك الخطه بتاعه مراكز الشباب لان الرياضه مهمه بما ان في تحول رقمي وما ان آه. في تكنولوجي هنبتدي آه نشتغل عليها فاحنا مش عايزين نفضل قاعدين في البيت يعني كان الأول بيكون في حركه دلوقتي <applause> مش هيكون في حركه فكلمني شويه عن الرياضه بالنسبه للشباب آه اولا بالنسبه للشباب الرياضه عامل رئيسي بالنسبه لاي شاب آه. الشاب النهارده بدل ما يقعد معلش سوري في اللفظ يقعد على القهاوي او يقعد هنا اما يقعد في النادي يلاقي الرياضه يمارسها فدي نقطه مهمه آه طبعا. جدا طبعا تمام يلاقي يلاقي مركز شباب محترم موجود فيه جميع الخدمات بتاعته جميع الالعاب اللي يقدر يلعبها موجود فيه موجود مركز شباب م. نادي كوره موجود بتاعه موجود يكون موجود تمام ده حضرتك حاطه في الاعتبار آه وحاطه قدام عينك ان هو يكون متوفر ده هيبقى على مستوى شباب على مستوى وفتيات على مستوى جميع المراكز م. وعلى مستوى جميع الكره تمام. ما يعني مثلا المركز متسلسل سلسله واحده في قرى برضه محتاجه محتاجه ملاعب في قرى محتاجه نوادي تنميه ننميهم لو في موجود مثلا قريه موجود فيها مركز شباب او موجود فيها نادي نحاول ننميه نحاول نطوره ماشي تمام نحاول نجد لهم له مثلا مكان يلعبوا فيه كوره يعملوا فيه يعني يمارسوا كل النشاطات بتاعتهم آه يعني طبعًا. بدل فعلا ما يضيعوا وقتهم اه طبعا بشكل مش واحنا كده بنحافظ على الشباب بنحافظ على الشباب طيب انا عايزه حضرتك تقول لي يعني كلمه للقادم او نوجهها لاهل دايره حضرتك لما هو قادم ان شاء الله سواء حضرتك ربنا اراد بالفوز والحصول على كرسي البرلمان او ما ارادش فتوجه كلمه لاهل الدايره وان شاء الله يعني يكون في الفوز انا بوجه لاهل دايرتي واقول لهم اولا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى وانتوا وجودكم جنبي ده حاجه بالنسبه لي كبيره جدا 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 وان شاء الله ربنا وفق وفقني بكون يعني اقدر اكون عند حسن ظنكم باذن الله أه ما الحظ ما حالفنيش برضو انا موجود معاكم وليد ابو الفضل بيتي موجود مفتوح للجميع مفتوح للصغير قبل الكبير دي يعني حاجة مفتوح. كويسة جدا حضرتك عايز تقول حاجة تاني توجه تاني في عجالة يعني لو حضرتك عايز تقول حاجة تاني مفيش مشكلة معايا نص دقيقة وإن شاء الله ممكن تقول نكون عند حسن ظنكم ويكون اسم عيلة أبو الفضل تكون على مسمى إن شاء الله الفضل كله لله. يرجع ليكم برضه إن شاء الله إن شاء الله يقول. الفضل لله أولا وأخيرا ثم للإنسان الذي لكم. ييسره على الأرض لخدمة إن شاء الله. الجميع في اخر حلقتنا اعزائنا المشاهدين اتمنى نكون حطينا ايدينا على النقاط الـ الـ الهامه جدا للمواطن المصري وللشعب من خلال وجود معانا مرشح من مرشحين هذا السباق الانتخابي وهو استاذ وليد ابو الفضل رمز العقرب رقم 22 وانتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله على خير.